دستور 2020 ليس قطيعة مع الماضي المجيد، بل قطيعة مع الفساد، قطيعة مع من أرادوا تهديم هذا الأمة، قطيعة مع الفاسدين، قطيعة مع المفسدين، قطيعة مع السلوك الغير أخلاقي الذي ظهر في الأوينة الأخيرة. والحمد لله بفضل الشعب الجزائري، بفضل الحراك الأصيل، بفضل هذه الهبة للشعب الجزائري في 22 فبراير 2019 استطاع الشعب أن يقول كلمته وأن يقول لا للعبث.